مش هنسى ان الدكتوره كنا بنتكلم دلوقتي على موضوع التطعيم، وارجو برضو ان الدكتوره هلا تقول لنا الانتاج في مصر وصل لغايه فين عشان نبقى مطمنين على ان احنا ان شاء الله ان شاء الله الانتاج اللي في موجود في مصر يسمح لينا ان احنا نعمل ده لمصر، واتصور حتى لاشقائنا في الدول الافريقيه والدول المجاوره. اتفضلي يا دكتوره هاله. شكرا يا فندم. الحقيقه بتوجيهات سيادتك ان احنا لازم نمتلك قدرتنا الوطنيه في تصنيع اللقاحات، فسيادتك وجهتنا في اخر اغسطس الماضي بضروره الاسراع من بدء التصنيع القومي. استقبلنا اول مجموعه خبراء من منظمة الصحة العالمية جوم شركة فاكسيرا، ادونا تقرير إيجابي جدا عن إمكانية العمل، تفاوضنا مع الشركات، الحمد لله تم توقيع في حضور دولة رئيس مجلس الوزراء مع شركة ساينوفاك الصينية لتمكننا من تصنيع 40 مليون جرعة سنويا. امبارح وافقوا لي ان هم يخلوا الست شهور القادمين 80 مليون جرعة بإذن الله. عندنا مصنعين أهلناهم بشكل كبير جدا، المصنع الأولاني مصنع فاكسيرا العجوزة بطاقة إنتاجية في الشفت الواحد 300,000 جرعة يومية في الشفت الواحد، يمتد لشفتين ممكن 600,000 جرعة يوميا، طاقته الإنتاجية السنوية من 110 220 مليون جرعة. والحمد لله امبارح بعد ما استقبلنا المواد الخام ودخلت في مراحل 11 تحليل، امبارح كان انتاج اول 300,000 جرعة لقاح فاكسيرا ساينوفاك ميد ان ايجيبت، وده الحمد لله يعني انتصار كبير جدا للإرادة السياسية المصرية في تمكين مصر من قدرتها. احنا العقد الحقيقة بيشمل كمان عقد اخر، هم عقدين، عقد نقل تكنولوجيا، فبنهاية العام هيبدأ نقل التكنولوجيا التصنيع وحتى تصنيع المادة الخام في مصر. المصنع الثاني بطاقة انتاجية تصل ل 3 مليون جرعة يوميا، وده ممكن ينتج أكتر من مليار جرعة سنويا. احنا أهلناه مع مجموعة خبراء من الهند والصين، وإن شاء الله هيبدأ التفاوض للتعاقد ده 100% لغرض التصدير لأفريقيا والمنطقة، وبإذن الله هيبقى فيه عقد قوي جدا يمكن مصر كمان من نقل التكنولوجيا في هذا المصنع. وإحنا بنرى إن احنا يكون العقد مع شركة أخرى علشان يبقى عندنا تنوع في مصادر الإنتاج. فبإذن الله ابتداء من أغسطس هينزل من 10 ل 15 مليون جرعة شهرية من إنتاج مصر للقاحات المستهدف من الشعب المصري من نهاية العام 40 مليون مواطن. فإن شاء الله دي خطوة أعتقد يعني، ونعتقد في الحكومة أنها خطوة تاريخية وجات نتيجة الإرادة السياسية ودعم سيادتك للمشروع وتوجيهات سيادتك منذ أغسطس الماضي. شكرا يا فندم.